السلام عليكم. شو بيدي زيد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا ديزابوني نقول لكم جدد، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيدي زيد. فانيك الناس احبابنا وخوتنا اللي راهم معنا نبدا فانيك نبقاو متواصلين. وفانيك الحاجة اللي ما ننساوهاش، لازم نبدا نفكروا ما هما شهداء الواجب الوطني، شهداء الجزائر، ثورة التحرير. فانك نترحموا عليهم وربي يرحم شهداء الجزائر، كاع شهداء المسلمين ربي يرحمهم. اليوم نوجه رسالة، ماذا بينا الناس تاع الفيسبوك والناس تاع اليوتيوب، شفت شوية الدعوة نقصت. الناس لازم ما يحبسوش على هاد الناس اللي جاو بيخدموا المصالح تاعهم فقط. جا واحد باش يقلب فريق وطني، قال لك نداء الوطن داي 3000 متر كاري، داي 848 مليون، 848 مليون، وهذوك زوج قنيطايزر وجونجر دايين 400 400، سعدان داي 150 مليون، لي زونترينار كيما نقولوا حنايا دو غارديا، دو زونترينار تاع لي غارديا يا عباد الله، دو زونترينار تاع لي غارديا، دو زونترينار تاع لي غارديا يا عباد الله، اللي قال ما صرعتش مكاش، هيا نروحوا نحوسوا. زوج مدربين رئيسيين تاع لي غارديا مكاش منها، عاطينو 150 150، زيدوا هودوا هودوا هود الفئات كاع الصغرى، شحال من المليار يتخرج، شحال من المليار في الشهر يا زاتشي. هادو الناس وهادي كلش مدروس. غدوة ان شاء الله الدراهم مي مكاشي، الناس يعرفوا كم يخرجوا في الدراهم، لازم نحضروا هذه نحضروها. والخوف غير من ربي، الخوف من ربي برك. كاين ناس اللي راهم في الاتحاديه اعضاء راهم يمشوا فيها كيما ويدوا الدراهم بطريقه قانونيه، غدوة ان شاء الله مين تولي في المحاسبه يسيبوا لي الدراهم، داوهم غير لي زونترينير، كثر لي زونترينير، دير اونترينير دير مستشار، دير اونترينير دير مستشار ودير مساعد، دير اونترينير مستشار مساعد، اونترينير مستشار مساعد، رئيس اتحاديه ومستشار تاعه، النائب تاعه والمستشار تاعه، تروازيام النائب الثالث والمستشار تاعه، الماناجر والمستشار تاعه، وقاعدوا من 100 الفوكة الدراهم. غدا ان شاء الله ميجوا بيحاسبوا، الدوله تجيب تحاسب الدراهم، داوهم المدربين مستشارات والمساعدات، ما كاش دراهم خارجين كما يقول قانونيا. شو الناس كي تدي دراهم، انا نعطيك 200 مليون ادي 100 وخلي 100، ال100 دورها مليها تروح مليها، وال100 ديها، راهم يخدموا كيما الاموال تاع الجزائر. وفاني نعطيكم معلومه قبل ما ندخلوا في الموضوع تاعنا، قبل ما ندخلوا في الموضوع تاعنا نعطيكم معلومه. موبيليز 2018 مكاش، باش خاطر ترسلوا لهم بريه بلي صايك دراهم ما غاديش تعطيهم، كونترات تكمل 2018 ما يزيدوهمش، باش خاطر علاه الناس مسائل كبار في الشركات كبار، هم يشوفوا الاموال وين راهم يروحوا. واسي محمد انت اوندرينير ما عندوش كاعت تاع السكر، ما عندوش تعطيه 848 مليون، انت شكون انت هذا شكون؟ وزاد قال لهم عطوني ادى 150 ادى 150 مليون، قال لهم تاع الديرونجمون 10 ايام وانتم شادينني اداها، وقال لك نداء الوطن، هو ربط صبعه كيما قال لكم نداء الوطن، ربط صبعه قال لكم نداء الوطن، هذا هو نداء الوطن تاع الغاشي لهنا. وهذو الناس كيما ذاك كيسموه هذاك لي زونترينر مي ما هضروش، حكيم مدان اللي ما جابش صفر للجزائر، ما جابش صفر، ما جاب مكاش، ما كان والو، راه يدي دراهم هذاك عضو، هذاك منتخب حقه ما يديش دراهم، حقه ما يديش دراهم، هذاك عضو يبقى عضو منتخب ما يدي. اما علاش باش يدي دراهم، باش يخون الدراهم، شنو داروه؟ داروه مناجر يدي 150 مليون، وهي ممنوع عليه، ممنوع عليه يخلص، هي كنت دولة تحاسب ليشان. سعدان يدي 17 مليون ما يديش 150، بوعلام الشارف يدي 14 مليون، كيسموه هذو اللي يقول لك حنا مديريات فنيه ما يدوش دراهم، هم يدو دراهم، هم يخونوا في الدراهم، خلينا منهم. هذو كاينه واحد الحمله، حنا كيما يقول لك اللي غلطوا الشعب ما خصناش تدخل في وسط الشعب، اللي خنت الشعب
وكذبتوا على الشعب ما خاصناش. واحد كيما مصطفى معزوز شفتو البارح قال لهم لازم ماجر يستيقظ. انت كنت المدافع الاول على ماجر، انت كنت مين تبغي تهضر مع ماجر تقول له بونجور مسيو ماجر سافا بيان، كنت تركب معاه في اللوطو، انت كنت الاول، انت ضروك قالوا لك يا ودي اقلب اقلبت. حنا ما خاصناش اللي يقولوا له قلب يقلب، خاصنا يهدر شتا كاين شتا يشوف وشتا يهدر، خاصناش تاع اللي يقول لك قلب تقلب، خاصناش هذا تاع الناس تاع يقول لك قلب قلب، خاصنا يكون راجل يكون عنده موقف، يكون خاصة بعض الصحابة اللي شناهم داروا. لا انتم كنتو تابعين لخالتكم مريم، خالتكم مريم في لا غرون بوست نعقلوا قالت لكم ماجر وبالشيخ عنده الحق، كما صار كاين ناس اللي كما صار ماجر وبالشيخ عنده الحق، ماجر وبالشيخ عنده الحق. شو وين وصلتنا تاع ماجر وبالشيخ؟ امرأة درتو لها حملة وقلتو بلي ماجر وبالشيخ، قالت ماجر وبالشيخ عنده الحق، قلبت الفوتبال الرياضة ماشي الفوتبال ماشي كرة القدم، الرياضة الجزائرية كومبلي خلطتها مرا عساكر هذيك كيلو بطرة ولا ما يسموها، هردت عرش كامل كيلو بطرة ولا ما يسموها تاع مصاري كيلو بطرة ولا ما يسموها هذيك اللي هردت عرش. حنايا هذه مريم قالت لهم بالشيخ ماجر عنده الحق، هذا مصطفى معزوزي كان يظل عاير في الحاج، كان يظل عاير في الحاج، بصح عمره اللي جبد الناس معينين كان يظل عاير في الحاج. هذا زين عامر مشى يبان، زين عامر ما راهش يبان، كان يظل عاير في الحاج. كمال مهوي هاو راه مشي الجمعة اللي يجوب الجمعة تاع الضربة هذيك تاع كاري 18 هذيك اللي مديرها بالجمعة، هذاك المقدم هذاك المقدم ذاك الرخيص قال لهم الخسارة، قال لهم شي تأثير من الإدارة من الاتحادية اللي فاتت، على بالك بلي يكون شي حشمة زعما واحد يطيح لك بمك، على بالك نطيح لك بمك في تحس بها، على بالك بلي بنادم غير حشمة من الناس اللي تشوف فينا ونحشموا منهم. يا عباد الله إنسان محلل يهدر مقدم حصة اش تيقول لهم؟ قال لهم الخسارة تاع كونت السعودية قال لهم تأثير من الإدارة اللي فاتت من الاتحادية اللي فاتت اللي هدرة هذا أو عليه طحنا في النيفو عليه اش عمل خطر. نقول لكم ما عندناش صحافة محللين اختصاصيين، ما عندناش صحافي تقديم حصص رياضية ويكون مختص اختصاصي، جابوه من الزنقة بكوس سكروت كاع سكروت جابوه صابوه قاعد في التيتوان ربدو حطوه أي أهدر صابوه يشيت مليح قال بالشتاء طاوح حصص ينظم حصص بدون فائدة ما تمد حتى فائدة كيما الحصص تاع بوحنيكا، حصص تاع بوحنيكا بالحد تشوفوا بالحد وتشوفوا بالخميس ما كان حتى فائدة، ربع سنين ولا خمس سنين يحطموا برك ما كان حتى فائدة. حنا اليوم رانا نتكلموا ونعاودوا ونتكلموا وماذا بيا الناس تاع اليوتيوب الناس تاع الفيسبوك يطيحوا على هاد الناس اللي راهم لاعبينها ما تريستيقيل. لا بصح لا عندهم هما عندهم خطه بيوصلوا لها كي تسيب هادو الناس دايرين على ماجر، عرف بلي هادو شياتات عصاتشي كي تسيب زين عامر طايح على ماجر، تسيب مصطفى مهوي هذاك لهوي هذاك طايح على ماجر، وتسيب مصطفى معزوزي طايح على ماجر، عرف بلي راه يخدم بهم زاتشي وجماعه زاتشي راهم يخدموا بهذو يحوسوا يطيحوا عليه. بصح من بعد حنا نحوسوا من بعد حنايا ماذا بينا كي زاتشي كي الجماعه تاعو كي ماجر كاع يروحوا خاطش عليه. وهذا الصحافه لازم يعاودوا تكوين الصحافه يكونوا وطنيين، يكونوا وطني ما يروحوش عند القجع، ماشي مي تكون خارجه المغرب كاع يقلعوا كاع الصحافه تقلع، ما يروحوش عند المخازينه، صحافة يكونوا وطنيين ويكونوا عندهم روح الوطنية بمعنى الكلمة، مش يضرب سروال مقطع وتروح عند القجع تروحوا تتعشوا مع القجع. يا ولد البياعة يا اللي خنتوا الأمانة الوطنية خنتوا الأمانة، كاين صحافة وكاين بعض المسائل تاع كرة القدم خانوا الأمانة وربي غير يبهدل فيهم بالواحد وغادي يتبهدلوا بالواحد. حنا شلنا ماجر مي كان داير حمله ضد الحاج محمد راوراوا دايره راح المروك راح لتونس راح المالي راح للسودان راح لمصر تايله
ينظم كونتر ود بلاده، وكانوا يخدموا اللقجع وفرحانين. نعقل هذيك نافيسه هذيك في النهار، قال له الضربه القاضيه، الضربه القاضيه الحاج راه مستشار، راه امين عام، راه رئيس تنظيم لجنه كاس العالم، راه سفير. ايه تربع هذيك، اما لا نطلب من الناس تاع اليوتيوب، الناس تاع الفيسبوك، هذه الناس ما خلوهمش يقدموا، هذو الجراثيم لازم نحاربوا، هذو الجراثيم منهم هذا مصطفى معزوزي، هذو لهم يناشدوا باش ماجر يروح. لا ما تقولش ماجر وحده، قول الاداره الفاشله فانيك، الاتحاديه الفاشله فانيك تروح. كي نقولوا ماجر نقولوا زاتشي، كاع الجماعه تاعو يروحوا، ماشي غير ماجر وحده. ماجر كيصاب الفاشل، فشلان اللي قابلين واللي فرضوا على الصحافه اللي قالوا بلي ماجر نخلوه يخدم، والمدربين كي ماشي في الوزاني والجماعه قال لك بلي خلوا ماجر يخدم، هادو الناس فانيك لازم يروحوا، لازم مكاش الغبيج مكاش. هذه هي، وتحيه الجزائر وربي يحفظكم.